أنا اختصيت بالنباتات اللي داخل البيت اللي هي الظلية، حاولت يعني أكيف هوية الجو مالتنا، لأن النباتات اللي معروفة عنها النباتات كلها مستوردة هولندية. بس أنا اللي سويت شنو، سويت تربة خاصة بينا، يعني عندي موهبة الحمد لله، وهاي التربة أجريت عليها هواية تجارب يلا نجحت، ومن نجحت حاولت أنه أنقل النباتات الهولندية للتربة ماتي اللي هي العراقية، وسميتها باسم يعني المحل ماتي التربة الخاصة بي. وهاي التربة ضفت لها 4 مواد أساسية اللي هي كل شيء يحتاجه النبات موجود بهاي التربة، يعني حتى السماد مالتها مسمدة لمدة 6 شهور، ومادة حافظة للسماد، ومادة هماتين نقول يعني شلون من هاي الحشرات، ضد يعني الحشرات وهيك أشياء، لأن المعروف بالتربة اللي داخل البيت تكون هي بتمس، ورطوبة البتمس تكون كلش عالية، فلازم إحنا نكون توازن على مود ما يصير يعني حشرات بالتربة، لأن يعني دائما تتعرض للحشرات. أنا هماتي يعني طورت المشروع ماتي، ما بقيت إنه جامدة، أحب يعني أطور بأفكاري، فضميت للشغل ماتي اللي هي باقات الورد الطبيعي والأسماك الزينة الفايتر وبالونات الهيليوم والشموع والمباخر، يعني طورت شيء حلو الحمد لله. طبعا احنا هواي نباتات كانت موجوده قبل هاي الفتره، فالنباتات كلها مظلومه، الاغلب مظلومه، فالميز محلنا انه احنا جبنا النبته، من جبناها للنبته عرضناها باجمل صوره اللي هي لازم تستحق هاي النبته، واجمل صوره اللي يستحقها المواطن من يشوفها بالمشاتل، يعني مظلومه النبته، احنا جبناها هنا زيناها وخليناها بمكان اللي تستحقها هي في سبيل تبين، والاغلب يشوفون بالغرب الهاي يشوفون النباتات وتعجبهم بس ما يلقوها، يعني احنا وفرنا اغلب النباتات اللي هي اسيويه هولنديه، وفرناهن وفرنا الهن جو، وننطي وياهن معلومات في سبيل المتلقي ما تموت عند النبته، يعني تظل اكثر وقت، هذا كله وفرناه وحسنا التربه مالتها، صار لنا 2 سنين تقريبا نشتغل على هذا المجال، يعني النبته قبل لا نجيبها نحطها بالمحل ناخذها بالبيت، نسوي عليها التجارب ونعرف اللي تقاوم بجونا واللي ما تقاوم، بجهد الامكان نوصل اكثر، يعني نخلي اقل ضرر نباتات تموت عندنا وعند المواطن، ونظل على تواصل وياه اللي يجي مثلا نساله انت مربي نبات جديد او قديم، نعطيه النبته تدريجيا الجديد. لما نوصل مرحلة ويا انه ياخذ النباتات اللي كلش ما تتحمل ويوفر لها جو ويوفر لها رطوبة والإضاءة في سبيل تعيش عنده أكثر وقت، هذا كلها وفرناها المن وفرناها للمواطن في سبيل ما تموت عنده، الأغلب اللي يجونا يقولون تموت عندنا، هو الأغلب السقاية ما عندهم ثقافة نباتية، يعني مع احترامي للباقين وفرنا ثقافة نباتية ونعطيهم معلومات ويا كل نبتة ونظل على تواصل وياهم على الحساب، يدزون لنا صور النباتات يجيبون لنا نعالجهن هنا. هسه انا اشوف مثلا هاي سندال صغير.